كانت عندنا واحد هذه الجولة اللي يعني تفقد المشاريع في إطار يعني تنزيل النموذج التنموي الجديد لجهات الداخلة والذهب، واللي أعطى الانطلاقة ديالو جلالة الملك نصره الله في 2016. فكانت جلسة عمل للوقوف على أشغال التحضير ل يعني إنشاء واحد الحوض فلاحي ديال 5000 هكتار من يعني اللي تسقى من ماء البحر عبر الوحدة ديال التحلية ديال ماء البحر، واللي غادي يعني تقي واحد 5000 هكتار. فكذلك كانت هناك زيارة ديال التعاونيات الفلاحية والتعاونيات اللي كتستمر فكتمن يعني المنتوج المحلي، وهي كلها تعاونيات نسوية. كاين عندنا واحد الاتحاد ديال 3 تعاونيات اللي كيخدم واحد 40 ديال امرأة في المجال ديال انتاج الكسكس المحلي الخماسي، وكذلك واحد التعاونية اللي كتخدم واحد 30 امرأة في مجال ديال التثمين النباتات العطرية والطبية ديال المنطقة، وهي يعني وحدة جديدة. وكذلك يعني ورش تاع المدرسة ديال التقنيين اللي هي مدرسة بدات هذه السنة، ولكن غادي يكون توسيع ديالها باش نمروا بواحد الطاقة الاستيعابية ديال 100 سرير حتى 200 سرير، وهي مدرسة للتقنيين وكذلك التأهيل الفلاحي. وغادي تكون هناك كذلك شعب جديدة اللي غادي تفتح خصوصا فيما يخص يعني المختصين في سلسلة ديال الإبل، اللي هي كتكون واحد المحور جد مهم في الاقتصاد الفلاحي في المنطقة. كل هذه المشاريع كتندرج كذلك في إطار تنزيل الجيل الأخضر، اللي هو الاستراتيجية الفلاحية لبلادنا في 10 سنوات المقبلة. والجهة يعني الداخلة والذهب عندها المخطط الجهوي ديالها لتنزيل هذه يعني الاستراتيجية. شكرا.